سيد ديمتري بريجا الكاتب والمحلل السياسي الروسي. مساء الخير سيد بريجا. مساء الخير. المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة يقول إنهم مواصلون في هذه العملية العسكرية الخاصة كما ذكر حتى تحقيق أهدافها. إذا ما سألتك هنا كونك في عاصمة القرار في موسكو، ماذا تحقق من هذه العملية في أهدافها؟ يعني الواضح بأن منذ بداية العملية تم استهداف القواعد العسكرية الأوكرانية والأسلحة الهجومية لدى الجيش الأوكراني. والواضح بأن يعني روسيا وما صرحت به وزارة الدفاع الروسية استطاعت يعني التخلص من الأسلحة التي منحها الغرب لأوكرانيا منذ يعني بداية تغيير الحكومة أو منذ تغيير الحكومة الأوكرانية عام 2014. ونحن نعرف بأن بعد غروب فيكتور يانوكوفيتش يعني روسيا بدأت لا تعترف بالحكومة بعد 2014 ويعني تقول بأن في 2014 حدث انقلاب سياسي. والواضح بأن يعني هناك سيطرة على المدن، هناك مناطق سيطر عليها الانفصاليون وخصوصا المناطق المجاورة لدنباس ولوغانسك ودونيتسك. يعني الانفصاليون كانوا يسيطرون جزء على من هذه المناطق، ويعني الآن هم يسيطرون بأكملها بسيطرة كاملة على هذه المناطق. وهذا الشيء يعني أحد أهداف العملية العسكرية، لأنه يعني في يعني ما رأينا ما تحدث ما قاله في خطاب بوتين ومن التصريحات الرسمية بأن هدف العملية هو حماية المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون وحماية الأمن القومي الروسي والتخلص من المجموعات التي يصفها بوتين بالنازية أو القومية في الجيش الأوكراني وفي الحكومة الأوكرانية. سيد بريجا، بالنسبة للرئيس بوتين الذي رفض حتى الآن كافة الوسائط والوساطة الدولية للحل الدبلوماسي والذهاب إلى الطاولة في ظل ما نشاهده من جولة رابعة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هل تعتقد أنه سيوافق على الجلوس إلى طاولة الحوار؟ لا أحد يعرف ماذا في يعني ما هي خطة بوتين وماذا في عقل بوتين، ولكن هناك ضغط بكل تأكيد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الرجال الأعمال ومن الأوليغارشية التي هي يعني كانت ووضعت وكانت لها يعني يعني هي ساعدت بوتين في السنوات القليلة الماضية ولها يد في كثير من المشاريع الروسية الكبرى. والواضح بأن لو ذهب روسيا وذهبت روسيا المفاوضات ويعني وقفت العملية العسكرية فهي خسارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخسارة سياسية، ويعني لا أتوقع بأن بوتين سوف يفعل ذلك. وحتى الآن الواضح من التصريحات الرسمية الحكومية ومن ما يتحدثه الإعلام الروسي بأن العملية الروسية ماضية وهناك حتى متطوعين من دول أخرى وهناك الدعم من الرئيس الشيشاني رمضان قطيروف الذي أرسل قواته إلى أوكرانيا، وهو حتى كان فيديو بأنه فعل تخوم كييف وهناك قوات روسية قرب كييف تبعد كيلومترات عن العاصمة الأوكرانية. ولذلك الواضح بأن يعني من التصريحات الرسمية ومن موقف الكرملين بأن لا يريد يعني توقيف العملية، وفقط إذا قبلت الأوكرانيا الشروط التي طلبها بوتين وهي تكون دولة محايدة لا تابعة للغرب وأيضا تخلص من المجموعات التي يراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قومية أو نازية بحد وصفه، وأيضا يعني التخلص من الأسلحة الهجومية.